عرفتها بعض أقاليم الجنوب الشرقي للمملكة خلفت وفيات مفقودين وخسائر مادية جسيمة. السلطات المحلية والقوات العمومية جندت كافة إمكانياتها لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية وتقديم الدعم اللازم للسكان. التساقطات المطرية الرعدية المسجلة في اليومين الفارطين تعادل نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، بل تجاوزت المقدار السنوي المعتاد. ظاهرة مناخية نقف عند تحليلها ضمن هذه النشرة. بعد مرور سنة على زلزال الحوزة، المناطق المتضررة تتعافى تدريجيا وتستعيد حركيتها وأنشطتها بفضل مشاريع إعادة الإعمار التي تسير وفق التوجيهات الملكية السامية الرامية للتأهيل العام للمناطق المتضررة وفق أجندة زمنية محددة. الفارس الغالي بوقع يفوز بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس برسم المباراة الرسمية للقفز على الحواجز ثلاث نجوم التي احتضنتها حلبة المدرسة الملكية للخيالة بتمارة. أهلا بكم من جديد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية التهنئة إلى فخامة السيدة غوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها. على إثر التساقطات المطرية الرعدية جدا القوية التي عرفتها 17 عمالة وإقليم بالمملكة، تخبر وزارة الداخلية في حصيلة مؤقتة بتسجيل 11 وفاة بكل من أقاليم طاطا وتزنيت والرشيدية تغمدهم الله بواسع رحمته. كما أسفرت هذه التساقطات عن تسجيل 9 أشخاص في عدد المفقودين بهذه الأقاليم. وتمثل هذه التساقطات المهمة المسجلة في اليومين الفارطين ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، بل وتتجاوز أحيانا ببعض المناطق المقدار السنوي المعتاد. وقد عملت السلطات المحلية وكافة المتدخلين من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكذا الإدارات التقنية المعنية على الرفع من منسوب التعبئة منذ اللحظات الأولى وتجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية من أجل التدخل الفوري لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية وتقديم الدعم اللازم للساكنة. هذه المعطيات تضمنها تصريح الناطق باسم وزارة الداخلية قدم فيها الحصيلة المؤقتة للتساقطات المطرية الرعدية جد القوية التي عرفتها بعض مناطق المملكة. المزيد بمعية خديجة زروال والعرب النهيري. على إثر التساقطات المطرية الرعدية القوية التي عرفتها 17 عمل وإقليم بالمملكة والتي أدت إلى وقوع فيضانات وسيول وتسببت في وقوع خسائر بشرية ومادية، يعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية عن الحصيلة المؤقتة لهذه الخسائر. تخبر وزارة الداخلية في حصيلة مؤقتة بتسجيل 11 وفاة بكل من أقاليم طاطا 7 أشخاص وتزنيت شخصان والراشدية شخصان أحدهم من جنسية أجنبية تغمدهم الله بواسع رحمته. كما أسفرت هذه التساقطات عن تسجيل 9 أشخاص في عداد المفقودين بكل من أقاليم طاطا والراشدية وتارودانت. وتمثل هذه التساقطات المهمة المسجلة في اليومين الفارطين ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، بل وتتجاوز أحيانا ببعض المناطق المقدار السنوي المعتاد، حيث سجلت 250 ملم بطاطا و203 ملم بتنغير و114 ملم بفيقيق و82 ملم بورزازات. قوة هذه الأمطار الرعدية التي تشهد هذه المناطق ألحقت أضرارا وخسائر مادية سواء على مستوى دور السكن أو على مستوى المحاور الطرقية أو شبكات التزود بالكهرباء والماء. أما فيما يتعلق بالخسائر المادية فقد عرفت المناطق المتضررة تسجيل الحصيلة المؤقتة التالية: انهيار 40 مسكنا منها 24 مسكنا عرف انهيارا كليا، انهيار كلي أو جزئي لأربعة منشآت فنية متوسطة، تضرر 93 مقطعا طرقيا ما بين طرق وطنية وجهوية وإقليمية وانقطاع حركة السير بها، حيث تمكنت السلطات العمومية لحد الساعة من إعادة حركة السير ب53 مقطعا منها.
فضلا عن إلحاق أضرار بشبكات تزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية. وللحد من الأضرار التي خلفتها هذه الأمطار الرعدية، تدخلت السلطات المحلية بشكل فوري لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية. هذا وقد عملت السلطات المحلية وكافة المتدخلين من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكذا الإدارات التقنية المعنية على الرفع من منسوب التعبئة منذ اللحظات الأولى وتجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية من أجل التدخل الفوري لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية وتقديم الدعم اللازم للساكنة. ولحد الساعة يضيف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، الجهود متواصلة من طرف جميع المتدخلين لفك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمة الاتصالات. وجدر الإشارة إلى أن الجهود المبذولة تندرج ضمن نسق شامل عماده المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات هذه الوضعية الاستثنائية منذ 29 غشت 2024 عبر تفعيل عمل لجان اليقظة وتحسيس الساكنة المحلية وتعبئة كافة الوسائل الضرورية بالمناطق المحتمل تضررها. وتهيب وزارة الداخلية بالساكنة المحلية وزوار المناطق المعنية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أي سلوك قد يعرض حياتهم للخطر، خاصة مع استمرار الحالة الجوية غير المستقرة، والالتزام بتوجيهات وإرشادات السلطات حفاظا على سلامتهم. تساقطات مطرية رعدية جد قوية همت إذن عدة مناطق من المملكة، حذرت منها سابقا نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. وعلى إثر هذه التساقطات غير المسبوقة بإقليم طاطا والتي بلغت 250 ملمتر، لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما لازال آخرون في عداد المفقودين حسب حصيلة مؤقتة. كوتر أبو تير. في كل زاوية بطاطا يسمع أنين الرياح، المياه وكأنها جحافل القدر تحاصر الأبواب وتغرق الحقول وتنهب الزهر. على جنبات الوديان وبالسفوح اعتادت الساكنة تشييد بيوتها. لم يعتقد أي منهم بأن 250 ملمترا من مصدر الحياة ستجرف 8 من مساكن دائرة أقا وستأتي على حياة أعداد منهم فجأة. 7 أشخاص لقوا حتفهم بينما ما زال البعض في عداد المفقودين. المدينة التي ألفت هدوء الصحراء وجمال الواحات تعيش لحظات خوف من مد طافح كالجنون. انهارت المنازل، انقطعت حركة السير، وتوقفت شبكة التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وشبكات الهاتف عن الخدمة. عم الصمت عدا خرير مياه وصرخات تطلب النجدة. مقاييس تجاوزت المقدار السنوي المعتاد، حتمت تعبئة فورية للمصالح المعنية، كما جندت موارد بشرية ولوجستيكية فور الإنذار بالكارثة. الجميع تأهب لتقديم المساعدة للساكنة وفك العزلة عن المناطق المتضررة. جهود بذلت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحسيس الساكنة، جهود ما زالت مستمرة لاحتواء نتائج الكارثة. التساقطات المطرية الرعدية بإقليم طاطا خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات، ارتفاع منسوب مياه العديد من المجاري المائية والسيول الجارفة ببعض الشعاب والوديان أدى إلى تسجيل انجراف بعض المساكن. الساكنة تحصي خسائرها، فيما السلطات العمومية معبأة لتقديم المساعدة بالمناطق المتضررة ومواجهة هذه الوضعية الاستثنائية. الحافظ محضار وجمال خصاصي. على بعد حوالي 20 كيلومترا من الدواوير الأكثر تضررا من السيول التي غمرت مناطق هنا بجماعة تمنرت بإقليم طاطا، تواصل هذه الآليات مجهودها لفتح هذه المسالك التي غمرتها سيول هذه الأمطار التي لم تشهد لها المنطقة مثلا. مجهودات مختلف المصالح ترتكز على فتح هذه المسالك الطرقية والمنشآت الفنية التي أتت عليها هذه السيول الغير مسبوقة، حيث سخرت مختلف المعدات والآليات لتسريع إصلاح هذه الأضرار وفك العزلة عن المناطق الأكثر تضررا نتيجة هذه الفيضانات الجارفة التي تسببت في خسائر بشرية.
هناك أضرار في البنية التحتية خصوصا المحاور الطرقية والمنشآت الفنية اللي يعني كترفض جميع الدوائر ديال الجماعة ديال تمنارت خصوصا المنطقة ديال السموغن. كذلك الواحات تضروا بشكل كبير، كاينين واحات اللي يعني مشوا بشكل نهائي، والحمد لله من الوهلة منذ الوهلة الأولى والسلطات الإقليمية والمحلية بذلت مجهود كبير أنها يعني باش تخفف من الآثار ديال هاد الأضرار وهذه الفيضانات ديال هاد الواد. أفراد القوات المسلحة الملكية بمعية باقي الأطقم البشرية الكل مجند للتعامل مع هذه الخسائر والأضرار الناجبة عن سيول أدت إلى ارتفاع منسوب وادي تمنارت إلى مستويات قياسية لم تشهد لها المنطقة مثيلا بحسب روايات السكان الذين ينخرطون في جهود التخفيف من آثار ومخلفات هذه الفيضانات القوية. كانت سيول مفاجئة سرت على بعض المناطق اللي سرت أوكردا وإجمير، وكان هناك أنباء عن وفاياتهم مفقودين وكان ترحموا عليهم. احنا في عين المكان وتدخل السلطات المحلية مشكورة على العمل اللي كدير، ونتمنى أنه يكون تدخل آخر يعني باش نوصلوا للمفقودين. كاينين دابا الناس هنا عندهم 90 عام كيشهدوا بأن ما عمرهم شي واحد عاود لهم على هذا الشيء. باش نكونوا صراحة، هذا الشيء أقدر الله ما عندنا ما نديرو، كارثة عظمى بمعنى الكلمة. كنقولوا دابا سموغن قبل سبعة شتنبر في الشكل وبعد سبعة شتنبر في الشكل صراحة، والله يرحم الموتى ويجعلهم شهداء والله يعتق اللي بقى تحت الأنقاض، حين صراحة عندنا واحد دوار هنا أو كردة صراحة يدمي القلب. حنا دابا راه مشينا باش نشوف هذا الدوار اللي يجمير مشينا حتى المشاري في الدوار، كاين الطريق ما كاينش، كاين كارثة كبيرة. الطريق تطلح كاين هذوك الكهرباء تما سقطهم الواد قنطرتهم عزفهم الواد. سيول جارفة ترتبت عن الأمطار العاصفة التي عرفت المنطقة مساء أمس والتي خلفت أضراراً بالغة بعدد الدواوير والتجمعات السكنية المحادية لمجاري المياه بالمقابل عشة المخزون المائي بالمنطقة الذي ظل يئن تحت وطأة الجفاف لسنوات طويلة. تسارع هذه الفرق الزمن لإعادة فتح هذه المسالك وفك العزلة عن المناطق الأكثر تضرراً، حيث يتوقع أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح في غضون الساعات القليلة القادمة. من جماعة تمنارت إقليم طاطا حافظ محضار محمد فاضل عبيدة وجمال الخصاصي. ومن إقليم طاطا ينضم إلينا مفردنا الزميل الحافظ محضار. أهلا بك حافظ. إذن كيف عاينت الأجواء بإقليم طاطا بعد الليلة الاستثنائية التي شهدت تساقطات مطرية رعدية جد قوية والتي خلفت ضحايا في الأرواح وخسائر مادية حافظ؟ نعم نبيلة، توجد الآن بجماعة تمنارت هنا بإقليم طاطا، هذه الجماعة التي سجلت أكبر حصيلة على مستوى الخسائر البشرية وعلى مستوى الأضرار التي لحقت البنية التحتية هنا والخدمات المقدمة للساكنة هنا بمختلف الدواوير القروية التي أتت عليها هذه السيول الغير مسبوقة في تاريخ المنطقة. الحديث يعني عن 7 وفيات حتى الساعة، فيما لا زال البحث جاري عن 7 مفقودين، بالإضافة إلى مجموعة من الخسائر على مستوى الطرقات، على مستوى المنشآت الفنية، على مستوى الأضرار التي لحقت دور الساكنة القروية وممتلكاتها، خاصة مجموعة من المزروعات التي تشتهر بها المنطقة. يتواجد معي لمزيد من المعطيات السيد عبد الكبير كبيري، وهو رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم طاطا. الحصيلة المحينة حتى الآن. إذن شكرا سي محضر. أولا نتقدم بتعازينا الحارة لأسر الضحايا التي عرفتها تساقطات المطرية يعني التي لم يسبق لها أن عرفت المنطقة. وكما أسلفتم الذكر يعني هناك 14 مفقودا، إلى حدود الساعة تم العثور على 7 جثث تم التكفل بها من طرف السلطات العمومية أو التي هي السلطات يعني المختصة، يعني لجنة اليقظة التي ترأسها السيد العامل في اجتماع مفتوح منذ النشر الإنذارية التي توصل بها يعني مصالح العمالة.
إذن تم تعبئة جميع مصالح ديال القوات العمومية كالقوات المسلحة مدارك أمن وقوات مساعدة وإقامة مدنية جماعة ترابية والسكن المحلية من أجل يعني تصدي لهذا يعني التخفيف من هذه الأضرار ويعني تجاوز هذه المحنة. إذن كما قلنا هذو أمطار طوفانية عرفتها جميع جماعات الإقليم بما والأكثر تضررا هي الجماعة الترابية لتمانارت خاصة في يعني دواوير سموغن نخص بالذكر دوار وكرطة التي وإقمير التي عرفت مجموعة من الوفيات كما قلنا وتضرر البنية التحتية على مستوى الإقليم كامل وكذلك تضرر ممتلكات الساكنة بما فيها المساكن ديالها وممتلكات كالنخيل أشجار النخيل وكذا ولكن الكل معبأ من أجل تجاوز هذه الوضعية. حاليا يعني الحمد لله بعد تدخل السلطات تم فك مجموعة من الطرق كالطريق الوطنية الشريان ديال الإقليم اللي هي الرقم 7 والطريق الوطنية يعني في رقم 17 على مستوى طاطا حتى فم الحيسن طريق الجهوية رقم 102. إذن جميع يعني التدافر ديال الجهود من أجل يعني رجوع الحالة الطبيعية يعني الساكنة الحالة الطبيعية. نعم السعادة الكبير يعني بالإضافة للجهود اللي كانت فيها السلطات المحلية الدرك الملكي الوقاية المدنية القوات المسلحة الملكية هناك انخراط كامل للساكنة المحلية من أجل التخفيف من هذا الأضرار. كيف مثل هذا؟ يعني تشكل هذا يعني تعبئة جميع السلطات من أجل يعني باش ينقذوا المواطنين ومن أجل تخفيف من هذا من يعني الشدة ديال هذا المحنة اللي تعيشوها بعد السكينة. حنا كما تنقولوا هادو عواصف رعدية لم يسبق لإقليم أن عرفها يعني وكاين جريان سيول يعني ربما نقولوا بأنه يعني سيول لم تعرفها المنطقة يعني لمئة سنة يعني لحقاش الساكنة ديال المحلية تقول بأنها يعني المعمر عرفت هاد السيول خاصة بحال هاد الواد ديال سموغن. نعم بغض النظر يعني عن هذا الأضرار يعني المنطقة يعني عاشت تداعيات توالي سنوات الجفاف يعني لسنوات متتالية إجهاد مائي منقطع نظيف يعني الآثار المنتظرة الإيجابية ديال التساقط ديال التساقطات ديال هاد السيول. الحمد لله يعني سيتم تعبئتها أولا الفرصة المائية نظرا للسيول ديال هاد الوديان وربما ان شاء الله نتجاوزوا هاد يعني الاجهاد المائي اللي عرفته المنطقه كعامه جميع المناطق ديال المغرب. غير للذكر بانه المنطقه لم تعرف الامطار منذ فبراير 2023 يعني لم تعرف المنطقه اي تساقطات مطريه. نعم سي عبد الكبير كبيري انتم رئيس قسم التعمير والبيئه بعمله طاطا شكرا لك على كل هذه المعطيات. نعم إذن تعبئة وانخراط كلي لكل مكونات المنطقة لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية. الزميل حافظ محضار مفودنا إلى طاطا شكرا لك ولضيفك الكريم على كل هذه المعطيات والتوضيحات. كنتما معنا من جماعة تمنارت بإقليم طاطا. جماعة تمنارت شهدت إذن أمطارا طوفانية تسببت في مجموعة من الخسائر البشرية والمادية وكثفت السلطات المحلية من تدخلاتها لفتح الطرقات وإزاحة الأتربة التي غمرت المنطقة. من هناك ريبورتاج حاجب التامك وياسين لمعسي. 8 ضحايا من أصل 14 تم العثور عليهم بعدما جرفتهم مياه التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدها دوار أوغردا وإقمير على مستوى إقليم طاطا، فيما تتواصل عملية البحث عن بقية المفقودين. عواصف الرعدية التي عرفتها المنطقة ليلة أمس تضرت يعني تسببت في تضرر مجموعة من الطرق على مستوى الإقليم أو الجهة. دوك حنا متواجدين بواحد الطريق اللي كتربط طريق الجهوية رقم 107 واحد الدوار سميتو هاكردا اللي كيتواجد في الحدود مع إقليم تيزليت وكيتواجد في إقليم طاطا. دوك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تم تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية
من أجل فتح الدوار، خاصة الدوار اللي ضرر بزاف جراء هذا الفيضان. ارتفاع منسوب عدد من الأودية والمجاري المائية على مستوى إقليم طاطا أدى إلى إحداث سيول جارفة، ما تسبب في خسائر مادية لحقت بعدد من المساكن والأراضي الفلاحية. الواد جاء تقريبا مع ديك الساعة ونص، جاء الواد بدا من جيت عمالة تيزيت، جاء الواد الأول حمل من هنا من أبوشكال الدور الأول ديال الدائرة 11 ديال تمانات الأكوردة. أكوردة الناس كانوا في الديور، عيطنا لهم بأن الواد راه جاي راه حامل واد، واحد النسبة راه كبيرة، العائلة راه ماشي واد، طوفان شنقول لك شي 20 متر ديال الماء. هادشي اللي وقع هنايا ما عمرو كان، راه تماك راه مشاو فيه شي 8 ديور ومشاو لينا 12 الناس مساكن اللي ماتوا الله يرحمهم، وهذا الشيء ما عمرنا شفناه. حنا جينا انا والدراري هنايا لقينا هذاك الشيء الديور طاحوا تما، ولقينا واحد المراه اللي مشينا دفناها، هذا دفناها مسكينه وكاينين الناس اخرين مشاو داو مسكين داو مساكن الواد. حنا من الجيران ديال كرداج جينا نطلع عليهم، الناس بغينا نتعاونوا معاهم، جينا لقينا الطرقان مسدودين، انت كتشوفي الطرقان. المهم السلطات كاينين، كل شيء كاين الحمد لله. وقد تم تجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستية من أجل التدخل الآني لمواجهة هذه الوضعية وتقديم المساعدة الضرورية للساكنة وفك العزلة عن المناطق التي تضررت جراء هذه الكميات الاستثنائية من التساقطات المطرية. ومن طاطا بجامعة تمنر تحديدا دوار أكوردا تنضم إلينا مباشرة المفادة الأولى الزميلة حجب التامك. حجب مساء الخير، كيف تسير عمليات فك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي والتزود بالكهرباء والماء الشروب وكذا خدمات الاتصالات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها المنطقة بعد خسائر ليلة أمس؟ حجب نعم نبيل، نتواجد بالضبط بالطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 107 ودوار أكوردا. هذا الدوار الذي تضرر بشكل كبير من مساكن وأراضي فلاحية، هذا الطريق التي كانت منقطعة منذ ليلة البارحة بعد لحظات تم فتحها من طرف السلطات الإقليمية ووزارة التجهيز والنقل. هناك عينا بعض منذ فتح هذه الطريق إلى دوار أكوردا الذي تضرر بشكل كبير، تم إيصال بعض المساعدات الغذائية والمؤن للساكنة المتضررة. حسب بعض الأنباء أن هناك 14 شخصا في هذا الدوار، تم فقط العثور على 8 منهم، فيما بقيت المفقودين لا زالت السلطات الإقليمية معبأة بشكل كبير من أجل إيجاد بقية المفقودين من أصل 14. هناك أيضا تعبئة كبيرة من طرف السلطات المحلية من درك الملكي وقاية مدنية، كلها معبأة من أجل التدخل العاجل والآني في هذه الفيضانات التي حسب الساكنة تصريحاتنا مع الساكنة أنها لأول مرة اجتاحت هذه المنطقة وهذه الدواوير نبيلة. بقية الصور والمعطيات والمعلومات عن بقية المفقودين من أصل 14 سنوافيكم بها في نشرتنا اللاحقة. الزميلة حجب التامك مفادة الأولى إلى طاطا، شكرا لك على كل هذه التوضيحات والمعطيات، كنت معنا من دوار أكوردا من جماعة تمنارت بطاطا. التساقطات المطرية الرعدية همت أيضا إقليم قلميم. جماعة أمتوضي شهدت مساء أمس سيولا قوية نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهطلت بالعديد من المناطق المجاورة، ما تسبب في جريان مجموعة من الأودية، الأمر الذي تسبب في قطع الطرقات وتضرر عدد من البنيات. روبورتاج حافظ محضار، جمال الخصصي ومحمد فاضل عبيدة. نتواجد بجماعة أمتضي أقصى شرقي إقليم قليميم، الجماعة التي تعرضت أمس لسيول طوفانية نتيجة الأمطار الطوفانية التي عرفت العديد من المناطق المجاورة، السيول التي ألحقت أضرار بالبنية التحتية ومجموعة من الخدمات الموجهة للساكنة المحلية. الساكنة التي استفاقت اليوم
على حجم الأضرار التي خلفتها هذه السيولة. هذه السيولة التي عقبت جفاف حاد عرفت هذه المنطقة لم تخلف أي خسائر بشرية، بالمقابل ألحقت أضرار بمباني سكنية محادية لمجرى الوادي، بالإضافة إلى المسالك الطرقية المؤدية للجماعة التي غمرت المياه، بالإضافة إلى واحات النخيل. ديور طاحين، القورش طاحين، الحوانت تهما تضروا، المدرسة تهي تضرت، هي تضرات، المهم كل شيء تضرر، البيبان طاحين، كل شيء طاح. المهم هذا الشيء كاينين اضرار بزاف، كاينين اضرار بزاف. دابا هذا الواد اللي كتشوفوا دابا جاي، ما عمرنا شفنا حنا بحال هذا الواد اللي جاي. بالنسبه للواحة متضرره بزاف، بالنسبه للمدرسه، وحنا الان بالساكنه ديال امتضي متضررين من جميع الجهات، عندنا الكهرباء والماء ومتضررين بزاف. هذه السيولة الغير مسبوقة لحقت أضرار بمجموعة من ممتلكات الساكنة المحلية، خاصة هذه المغروسات التي تشتهر بها المنطقة، خاصة أشجار النخيل، حيث أدت قوة السيول إلى جرف العشرات من أشجار النخيل التي جرفها الوادي كما تلاحظون. هذه المغروسات كما قلت تشتهر بها هذه المنطقة القروية. السلطات العمومية وكافة المصالح المتدخلة جندت مختلف الإمكانيات في أعقاب تعميم نشرة الإنذارية، حيث جرى استنفار كل المعدات اللوجستية والبشرية للتعامل مع هذا الطارئ والتخفيف من حجم الأضرار المسجلة. سلطات تواجدت بعين المكان لتقييم الخسائر والعمل على استعادة الخدمات الأساسية المقدمة لهذه الساكنة القروية. الويدان لجل السلامة جايين بكثرة. بالنسبة للوحة، راها الوحة ضاعت بزاف، الوحة والطريق والماء والضوء كل شيء مشى. بالنسبة للأرواح الحمد لله، الأرواح ما كان الموت ما كانش الحمد لله. تسعة أمطار طوفانية وسيول جارفة غير مسبوقة ينتظر أن تكون لها أثارها الإيجابية على المنطقة، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وحالة الإجهاد المائي الذي تشكو تداعيات هذه البلدات القروية. إقليم ورزات بدوره عرف تساقطات مطرية قوية، الأمطار الغزيرة والسيول والجارفة غمرت أحياء وشوارع مدينة ورزات ملحقة خسائر مادية. الصورة من جماعة أيت زينب تنقلها لنا كوثر أبو تير بكاميرا محمد الرشيد. أمطار عانقت أرض ورزازات بعد غياب طويل، بشارة خير قد تروي ظمأ الحقول وتعيد الحياة لأشجار الزيتون واللوز التي تشتهر بها المنطقة. من بعد يعني سنوات الحمد لله من الجفاف، ويعني كنا كنتسناو هذا الخير بفارغ الصبر. الحمد لله الفرج جا من عند الله عز وجل، و يعني هذه السيمانة شفنا تساقطات مهمة الحمد لله اللي شهدتها منطقة يعني ورزازات عامة. خلف هذا الفرح تسلل قلق بين الفلاحين كظل خفيف، فقد حملت الأمطار معها فيضانات اختبرت قدرة بعض النباتات على البقاء، بينما تدخلت فرق الصيانة لتصريف مياه الأمطار. الشتاء تبارك الله ضربت البارح في العشية، وصبح شوية واحد ثلث ساعة. الحمد لله هذا الواد البحر حامل دابا، وهذا الاخر اللي واد يمين تا هو راه حامل، وهذا اللي فيه البراج ديال تيوين تا هو راه حامل. الحمد لله الامور مزيانه. وان حملت معها بقايا الطمي والحجاره، الا ان جريان انهار جفت منذ سنوات احيا الامل في قلوب الساكنه. دابا تغير المناخ دغيا، يعني شي 5 سنين ولا 6 سنين ما كانش حتى الناس يخرجوا داك وجاو على غفله، يعني يكونوا على بال بزاف، جاء على فلان الدراري تيسرحوا داك الشيء. حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، سجلت ورزازات 14 ملمترا من التساقطات من الساعة 6 صباحا من يوم أمس السبت إلى الساعة 6 من صباح اليوم. إقليم زاغورة في مقدمة أعلى التساقطات المطرية المسجلة ببلادنا ب 65 ملمتر. تساقطات مطرية غزيرة أنعشت الفرشة المائية في المنطقة نتيجة حمولة غير مسبوقة للأودية والشعاب، الأمر الذي تسبب في بعض الاضطرابات في حركة المرور. الصورة من تاغونيت التي سجلت بها 170 ملمتر في الروبورتاج سهاب بوخليفي وعلي نيوة. تساقطات مطرية غزيرة شهدها إقليم زاغورة خلال 24 ساعة الماضية،
مقاييس مهمة من الأمطار سجلتها العديد من الجماعات الترابية بالإقليم، خصوصا جماعة غونيت التي سجلت 170 ملم خلال 24 ساعة الماضية. أمطار مهمة ساهمت في إنعاش الفرشة المائية بالمنطقة بعد سنوات من الجفاف وندرة المياه. تنشكر الساكنة وكذلك السلطات العمومية وجميع السلطات المحلية اللي تجندت وحتى جنود كبير ليلا لفك العزلة وكذلك لفك المسالك ديال الطرق هنا بالأحياء ديال خصوصا منية أمزرة وزاكورة، لأن تواجد تقريبا بحدا بجانب واد الدرعة اللي تقريبا كان واحد الحمولة تقريبا هائلة صباحا، ولأن راه نقصت شي شوية ولكن كانت واحد الحمولة اللي تاريخية في تاريخ تاني ديال المنطقة من 2014 عشنا هذه الحمولات هذه اللي تبارك الله إن شاء الله نتمنوا باش أنها تعود بالخير والنفع على الساكنة. حمولة غير مسبوقة للأودية جراء هذه التساقطات المطرية الغزيرة خلفت بعض الخسائر المادية والاضطرابات المرورية، حيث تتواصل جهود الفرق المختصة تدخلاتها لفك العزلة عن الساكنة المتضررة وضمان سلامة حركة المرور. تساقطات مطرية بوقع إيجابي على المخزون المائي الحالي وعلى الأنشطة الزراعية هذا الموسم. مناطق الجهات الشرقية بدورها كانت على موعد في الساعات الماضية مع تساقطات مطرية رعدية قوية غمرت معها مياه الأمطار في وقت وجيز عدة أحياء ومقاطع طرقية والنواحي، وخاصة الطريق الوطني رقم 2 من جامعة نجرار حتى مدخل مدينة وجدة. تدفق المياه تسبب في توقف العديد من السيارات على المحاور الطرقية بسبب الأعطاب الميكانيكية، وقد تدخلت السلطات المحلية مسخرة كل الإمكانيات من أجل إعادة الحركة بالطرق. وقد بلغت مقاييس الأمطار بوجدة خلال ذلك حتى الساعة 6 من صباح اليوم 23 ملم. المشهد ذاته بإقليم فيجيجا الذي شهد تساقطات مطرية رعدية مهمة أثرت على حركة السير بعدد من المحاور الطرقية دون أن تخلف خسائر في الأرواح. الوضع من هناك ترصده لنا فردوس الحرش بكاميرا رشيد العتابي. بشرق المملكة الوضع في ظاهره لا يختلف كثيرا عن مناظر رصدت في عدد من مناطق البلاد، سيول جارفة وفيضانات خلفتها أمطار رعدية. بإقليم فيجيج السماء الملبدة غيوما أمطرت غيثا كثيفا، جاد ومن كرمه امتلأت الوديان والشعاب. دي 7 سنين تاع الجفاف تبارك الله، واليوم ربي نزل هذا الخير تبارك الله، الحمد لله نحمده ونشكره، اللهم لي الحمد والشكر والخيرات تبارك الله، كل خير الحمد لله وجب جاب لنا المطار، ربي عطانا هذه الخيرات ان شاء الله تبارك الله. هذه مده 17 عام ولا اكثر ما شفناش هذه الخيرات تبارك الله، وكنطلبوا من الله يغيثنا ما اكثر ان شاء الله. السيول خلفت اضرار ماديه، حركه السير شلت على مستوى الطريق الرابطه بين بوعارفه وفيجيك، كما تلك الرابطه بين بوعارفه والرشيديه، كما انقطاع الطريق الوطنية رقم 10 بسبب تضرر مقطع الطريق على مستوى قنطرة وتزلمو التابعة للنفوذ الترابي لقيادة بوعنان. إلى حدود الساعة تجاوزت نسبة ديال التساقطات 82 ملم، وهذه التساقطات مهمة واستثنائية، وبالإضافة إلى أننا في إقليم اللي المساحة ديالو شاسعة بزاف كاع كتقدر 56 ألف كيلومتر مربع. الأضرار الناجمة عن تدفق السيول ترتب عنها كذلك انقطاع في شبكات الاتصال وشبكات التزويد بالأنترنت. ونتعرف فيما يلي على أهم التساقطات المطرية المسجلة بربوع المملكة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس السبت إلى الساعة 6 صباحا من اليوم الأحد. بزاقورة تاغونيت 170 ملم، زاقورة محميد الغزلان 90 ملم، في جيك تلسين 83 ملم، بتزنيت أفلا غير 80 ملم، الرشيدية أيتوس 76.4 ملم، الرشيدية أركيساني 65.8 ملم، ورززات زقورة 65 ملم، طاطا مزجيد 53.5 ملم، بفيجيج عن شواطر 53 ملم، بطاطا تزنيت 42.5 ملم، طاطا الأغوم 27 ملم، بطاطا
بطاطا أقائغان 24 ملم، بميدل تريش 22 ملم، بفجيج بوشاون 20 ملم، بوجد أنجاد الأنجاد 19 ملم. وفي جديد أخبار الطقس، الطقس المضطرب سيستمر في عدد من المناطق إلى غاية هذه الليلة، وحسب النشرة الإنذارية من مستوى يقظة أحمر تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تساقطات مطرية رعدية قوية جدا تتراوح مقاييسها ما بين 60 و 100 ملم مصحوبة بحبات البرد وبهبات رياح ستهم إلى حدود الساعة 11 من مساء اليوم عملات وأقاليم زجورة تينغير الرشيدية ورزازات طاطا وفيجيك. تساقطات مطرية بمقاييس تتراوح بين 20 و50 ملم ستهم كلا من أسا الزاج والسمارة. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع الأرصاد الجوية تساقطات مطرية رعدية تتراوح ما بين 30 و60 ملم ستستمر إلى غاية مساء اليوم بكل من عمالات وأقاليم في جيك تارودانت ميدلت أزيلال الحوز وكذا كلا من جلميم وسيدي إفني وتيزنيت، وما بين 15 و30 ملم بكل من العرائش تطوان إفران بولمان وصفر. وللمزيد من المعطيات حول الأحوال الجوية ببلادنا ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء السيد الحسين يعابد المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية. سيد يعابد، ما الذي يفسر تساقط هذه الكميات غير المسبوقة من التساقطات في وقت وجيز وفي مناطق لم تعتد كهكذا تساقطات؟ فعلا، فمنذ يوم الجمعة يعني شهدت المناطق الشمال شرق قليلا الجنوبية، المناطق الجنوبية الشرقية شرق الأطلس، تأثير قوي لكتلة هوائية مدارية شديدة الرطوبة غير مستقرة نتيجة لصعود الاستثنائي للجبهة المدارية، وهذه الجبهة المدارية هي إحدى الأنظمة اللي كتأثر خصوصا في المناطق المدارية وكذلك الشبه المدارية، وبالتالي هي معروفة كتعطي تساقطات قوية في هذه المناطق. وصعدت هذه الكتل الهوائية اللي تميزت بكونها شديدة الرطوبة وتحتوي على أمطار كثيرة، وبالتالي صعدت نحو المناطق المغرب والتقت كذلك مع كتلة باردة قادمه من الشمال، وبالتالي هذا التلاقي ديال هذه الكتل ادى الى تكثيف الرطوبه وتسبب في عواصف رعديه قويه، وبالتالي ادت الى تشكل السيول بعده مناطق من الجنوب الشرقي للبلاد، وكذلك لعبت التضاريس هي دورا في تجميع هذه المياه التساقطات وبالتالي رفعت من منسوب المياه. بالنسبه للتساقطات اللي كانت يعني تقريبا تراوحت يعني خلال ثلاث ايام بين 50 الى 200 او 250 ملم، وهما ما يناهز تقريبا نصف مقدار التساقطات اللي كتعرفها هذه المنطقه، وفي بعض المناطق اكثر من ذلك خصوصا المناطق الجنوبيه الشرقيه للبلاد. سي عبد، الى متى ستستمر هذه الظاهره الجويه وما هي التوقعات المحينه للساعات والايام المقبله؟ يعني بالنسبة لهذه حالة عدم الاستقرار من المرتقب بحول الله يعني يوم غد بحمد الله أن تنقص الحدة ديالها، وبالتالي غادي تضعف، وبالتالي غتكون بعد الزخات المتفرقة اللي مازال غتهم بعض المناطق الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية، إلا أن ما الحدة ديالها غادي تنقص، وابتداء كذلك الثلاثاء الأربعاء تدريجيا حدة هاد يعني الزخات الرعدية غادي تنقص، وبالتالي غادي يرجع الحالة حالة طبيعية بحول الله. بحول الله. السيد حسين يعابد المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. وزارة التجهيز والماء تعمل على تسخير إمكانيات ووسائل هامة لإعادة فتح حركة المرور بعد الفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض جهات المملكة وفق بلاغ للوزارة. وأوضحت الوزارة أن مصالحها قامت بشكل عاجل بتعبئة حوالي 200 مورد بشري و96 آلية لجرف التربة في أقاليم ومناطق زجورة ورزازات تنغير طاطا ميدل تارودانت بالميم أصزاق في جيج وشيشو. وأضافت الوزارة أنه تم إلى غاية اليوم الأحد 8 شتنبر على الساعة 3 بعد الزوال إعادة فتح 22 مقطعا طرقيا، منها 4 طرق وطنية و7 طرق جهوية و11
طريقا إقليميا، مشيرة إلى أن الأشغال ستتواصل من أجل فتح 16 مقطعا طرقيا مغلقا بسبب الفيضانات. وتابع المصدر نفسه أن منطقة طاطا التي تضررت بشكل خاص تحظى باهتمام كبير، حيث تم تعزيز فرق وسائل التدخل. وخلص البلاغ لأن وزارة التجهيز والماء تواصل تعبئة كافة الموارد البشرية والآليات اللوجستية والمعدات اللازمة لفتح حركة المرور في أسرع وقت ممكن على مختلف المحاور الطرقية. ولحظة، من سويسرا نربط الاتصال بالسيد عبد الله مقسط، الأمين العام لمجموعة خبراء التغير المناخي. سيد مقسط، مساء الخير. بداية، شهر شتنبر تميزت بتقلبات جوية وأمطار رعدية قوية عبر العالم، طقس متقلب بإجماع العديد من الخبراء في المناخ. كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة المناخية المتطرفة إن صح التعبير سيد مقسط؟ شكرا جزيلا لهذا الاستضافه من طرف الاذاعه والتلفزه المغربيه العزيزه. التغير الحالي التي يعيشها المغرب تندرج في ضمن الظواهر القصوى المناخيه القصوى، واللي بقات تتعرف واحد التواتريه على جميع المستويات العالميه. فاللي حدث في المغرب هو ظاهره وقعت تقع في مجمل أنحاء العالم، إلا أن الطابع الذي جاءت عليه الظاهرة في المغرب هو نزوح حاجز بما يسمى زوت دو كونفلي انتركونتيننتال الزيتات، والتي عادة تكون في الخط الاستوائي. فهذا النزوح في الشمال حدث هذه الظاهرة القصوى اللي أعطت هذه التساقطات بصفة غزيرة جدا. لكن يجب أن نضع هذه الظواهر في جملة الظواهر القصوى التي يعرفها العالم وعرفتها السنة الفارطة والسنوات الفارطة. فالمغرب ليس وحده الذي يعرف هذه الظواهر، فهناك موجات حرارة شملت جنوب أوروبا، هناك عدة تساقطات شملت المناطق العربية السعودية والإمارات، هناك كذلك ظواهر قصوى تخص الحرائق في كندا. فجميع ظواهر القصوى عرفت جميع أنحاء العالم بوثيرة مترافعة جدا ومتزايدة جدا. وهذا جاء من خلاصات من ضمن خلاصات تقرير السادس للمجموعة الحكومية للتغيرات المناخية، واللي أوحى بأن عدة ظواهر ستعرف تزايد من شأن من طرف الوثيرة وكذلك من طرف الحدة، هذه الحدة التي ستكون عالية حتى لا تتيح الفرصة للتأقلم في الزمن المناسب. بعض الأحيان يقع هناك خسائر فادحة في البشائر في الأرواح والممتلكات كالذي حصل في المغرب، وكذلك حصل في عدة دول. لا ننسى الفيضانات التي عرفتها ليبيا، الفيضانات التي عرفتها تركيا، وهذه الظواهر القصوى كانت من ضمن إسقاطات مستقبلية للنماذج العالمية التي تشغلها المراكز الدولية. سيد عبد الله مقسط، الأمين العام لمجموعة خبراء التغير المناخي، شكرا لك على كل هذه الإضاءات، كنت معنا من سويسرا.
اليوم 8 شتنبر مرت سنة على فاجعة الزلزال القوي الذي ضرب منطقة الحوز بقوة وصلت إلى 7 درجات على سلم ريشتر مخلفا عددا كبيرا من الضحايا والمصابين وخسائر كبيرة في المباني والبنيات التحتية. وبإرادة ملكية راسخة وحرص سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، المناطق المتضررة من الزلزال تتعافى من الأضرار التي لحقتها وتستعيد حركيتها وأنشطتها بوتيرة متسارعة. بعد مرور سنة على الزلزال، برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة يتقدم بسرعة ويتم تنزيله وفق الأجندة الزمنية المحددة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. مشاريع وبرامج في خدمة الساكنة المحلية وتسريع التنمية المجالية والترابية بكل من أقاليم الحوز شيشا وتارودانت أزلال ومراكش. زلزال الحوز كارثة طبيعية جاءت مباغثة مخلفة خسائر ثقيلة واجهها المغرب بنجاعة وسرعة في التدخل بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتوجيه وإشراف مباشر من جلالته عبر تعبئة كل الموارد وانخراط مؤسسات الدولة في عمليات الإنقاذ ومواكبة المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة ومقاربة ملكية إنسانية سارت على نهجها كل مكونات المجتمع المغربي في هبة تضامنية منقطعة النظير. تقرير فرح سعد. في مثل هذا اليوم من العام الماضي مادت الأرض واضطربت بإقليم الحوز، وما إن سكنت تكشف للملأ هول الفاجعة. قرى أبيدت بأكملها وضحايا قاربوا 3000. وبحجم الكارثة جاء رد الفعل، تدخل ملكي عاجل بدأ بجلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس غداة الزلزال، لتليها سلسلة من الإجراءات والمبادرات الفاعلة والبناءة الهادفة إلى تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية والتي رصدت لها ميزانية بلغت 120 مليار درهم. المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تمثل قصة نجاح وصمود في التعامل مع تداعيات زلزال الحوز، سواء من حيث التدخلات الاستعجالية التي تميزت بالفعالية والسرعة من قبل مختلف المتدخلين في إطار توجيهات سامية، سواء في اجتماع العمل يوم 9 شتنبر أو 14 وكذلك في 20 شتنبر 2023. وبقوة وحزم وحكمة دبرت المقاربة الملكية كارثة الحوز الطبيعية، حيث أميط اللثام عن خطة لإعادة الإعمار تشمل إعادة بناء وتأهيل نحو 50,000 مسكن، فضلا عن تقديم مساعدات مالية عاجلة للأسر التي فقدت منازلها. مقاربة سباقية وممنهجة لم تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، بل إيجابا خلقت نوع من التلاحم والإيثار وساهمت في خلق دينامية تعاون بين جميع مكونات الشعب المغربي وأسست لتضامن فعلي وقائم الذات كيفما كانت نوعية المصاب. تشكيل مخطط شمولي تنفيذا للتعليمات الملكية لجلالة الملك نصره الله من خلال إعطاء زخم جديد لتنمية هذه المناطق من خلال مجموعة من الأمور على مستوى البنية التحتية والرفع من جودة الخدمات العمومية، والهدف الأساسي هو تنمية هذه الأقاليم الأطلس الكبير لكي تواكب هذه التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا الحبيب. فاجعة زلزال الحوز ذكرى أليمة سيحملها المغاربة في قلوبهم، فاجعة أظهرت قوة المغرب ورصانة مؤسساته ورسمت صورة خالدة للتضامن الملكي والشعبي مع ضحاياها. ولمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا ضيفا في بلاتو الرئيسية سيد علي غنبوري المحلل الاقتصادي ومدير مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا سيد غنبوري. في مثل هذا اليوم من السنة الفارطة كانت الفاجعة وكنا نرثي من فقدناهم وكنا نحصي الخسائر، واليوم مر عام على زلزال الحوز، الأقاليم المتضررة تتعافى تدريجيا مما لحقها من أضرار وخسائر، كيف تأتى لبلاد
كان وفق رؤية ملكية حكيمة وعناية موصولة من جلالة الملك أن يتعبأ الجميع لإعادة الحياة والحركية والدينامية لكل هذه المناطق المتضررة. سيد غنبوري، أكيد أننا نتحدث عن كارثة بكل المقاييس، كارثة بأثر اقتصادي واجتماعي قوي، لأنه الكارثة شملت أو الزلزال شمل واحد 6 ديال الأقاليم، 2.8 ديال الملايين متضرر، أكثر من 160 جماعة، أكثر من 2000 دوار. بالتالي نتحدث عن واحد الكارثة بحجم اقتصادي واجتماعي اللي قوي. التدبير ديالها هو تدبير استثنائي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لأنه علاش كان عندنا تدبير استثنائي؟ لأنه تفادينا أخطر ما يمكن أن يقع في تدبير كارثة من مثل هذا الشكل، هو الارتباك. الارتباك لأنه إحنا ما حبسناش المجال الجوي ديالنا، ما حبسناش الخدمات الأساسية، ما حبسناش الطرق، ما حبسناش مجموعة من الحياة استمرت بوتيرتها العادية. علاش استمرت الحياة بوتيرتها العادية؟ لأنه بكل صراحة لأنه كان تدبير حكيم أشرف عليه صاحب الجلالة، لأنه منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال ترأس صاحب الجلالة جلسة العمل الأولى اللي أعطتنا خارطة الطريق اللي وضحت تفاصيل التدبير ديال الزلزال، من جهود الإنقاذ، من جهود الإغاثة، من الإيواء المؤقت، من التوجيهات نحو إعادة الإعمار، وكذلك إعداد المخطط المتعلق بإعادة التأهيل وإعادة الإعمار. وبالتالي كان عندنا خطة وخارطة الطريق للتعامل مع الزلزال، كل حسب اختصاصه وكل حسب مسؤوليته منذ الساعات الأولى. هذا التدبير اللي أشرف عليه صاحب الجلالة وهذه الرؤية الملكية بهذا الشكل وبهذا الوضوح منذ الساعات الأولى اللي جندبتنا الارتباك، لأن في دول أخرى شاهدنا كيفاش كان الارتباك. احنا في المغرب كانت عندنا الجهود منصبة على إعادة الحياة إلى طبيعتها منذ الساعات الأولى، وفعلا في الأسبوع الأول كان عندنا العودة ديال التلاميذ المدارس ديالهم، في اليوم الأول كان عندنا الفتح ديال الطرقات، في اليوم الأول كان عندنا التدبير ديال هذاك التدفق الهائل ديال المساعدات اللي جاوا من كل أنحاء المغرب. في الأسبوع الأول كان عندنا كذلك التدبير ديال جهود الإغاثة بإمكانيات مغربية وبجهود مغربية، وكان عندنا كذلك مجموعة من الأشياء اللي بينت القدرة ديال المغرب على تدبير كارثة من هذا الحجم، واللي أشادت به كذلك مختلف الدول ومختلف المتابعين على الساحة الدولية. كذلك الترأس ديال صاحب الجلالة ما كانش فقط غير في اللحظات الأولى ومن خلال إعطاء انطلاقة، كان كذلك من تتبع ديال المخرجات ديال هاد خارطة الطريق اللي وضعها صاحب الجلالة من خلال ترأس ديال اجتماعين آخرين في ظرف لا يتعدى 10 أيام، حتى كان عندنا برنامج متكامل ديال إعادة الإعمار والتأهيل ديال المنطقة اللي كان بمقدرة مالية اللي هي جد ضخمة 120 مليار ديال الدرهم في أفق 5 سنوات، اللي يجعل من الإقليم أنه ينهض من جديد، وليس فقط أنه ينهض من جديد وإنه يكون أحسن مما كان، بمقومات اقتصادية واجتماعية قادرة أنها تساهم بقوة في المجهود تنموي الوطن. ذكرى زلزال الحوز لابد أن نتوقف سيد غنبوري عند أسمى مظاهر ومعاني التضامن والإنسانية والحكمة التي طالما ميزت وتميز بها الشعب المغربي في الشدائد والمحن. نستحضر اليوم تلك اللحظات المفعمة بالتضامن الكامل لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وعناية جلالته السامية وعطفه الكريم على الضحايا والعائلات المكلومة وتتبعه الفعلي للوضع أولا بأول. أكيد أنه العناية الملكية ظهرت كما قلت منذ الساعات الأولى، أولا وضع التصور لإنقاذ والإغاثة ديال المنكوبين في المناطق الشاسعة، لأننا كنتكلموا على 6 ديال الأقاليم اللي شملها منطقة ممتدة بشكل شاسع. كذلك العناية الملكية كانت من خلال أن صاحب الجلالة أمر القوات المسلحة
الملكية أنها تنزل تساهم بشكل قوي في الجهود ديال الإغاثة وجهود ديال الإيواء المؤقت والجهود كذلك حتى ديال الإطعام ديال الضحايا. كذلك العناية الملكية تجسدت بالتوجيه ديال صاحب الجلالة اللجنة بين الوزارية أنها تخصص واحد الدعم مالي مباشر للأسر اللي كان أكثر من 60 ألف أسرة اللي واحد 2500 درهم بشكل شهري في حدود واحد 30 ألف درهم على امتداد السنة اللي شكلت فعلا واحد المورد مالي اللي هو مناسب وكبير بالنسبة لهذا الأسر لأن هذه الأسر انتقلت من واحد الوضع إلى وضع آخر بين عشية وضحاها، ما بقاتش عندها ممتلكات ما بقاتش عندها موارد. بالتالي العناية الملكية فكرت في هذا الاتجاه وأنه وفرت موارد اللي تقدر أنه تخلي هذه الساكنة يتدبروا الشروط ديال العيش. كذلك العناية الملكية بانت بشكل أكثر من خلال وبشكل أكبر من خلال كذلك أنه الأيتام ديال الزلزال، لأنه كانوا عندنا واحد مجموعة ديال الأطفال ومجموعة ديال الشباب اللي وجدوا نفسهم بدون مأوى بدون عائلة بدون أسر بدون أب بدون أم، من خلال أنه صاحب الجلالة شملهم بصفة مكفولي الأمة اللي كتعطيهم مجموعة ديال الامتيازات اللي غتواكبهم من خلال التغطية الصحية من خلال التمدرس من خلال التشغيل من خلال مجموعة من الأشياء. كذلك العناية الملكية بانت بشكل أكبر من خلال أنه التعبئة الكبيرة وخاصة التعبئة المالية للمشروع الكبير لإعادة التأهيل والإعمار اللي وصل ل 120 مليار ديال من مليار ديال 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 الدرهم. وكذلك العناية الملكية بانت بشكل أكثر من خلال التفقد ديال صاحب الجلالة بنفسه للضحايا ديال الزلزال والزيارة ديالهم للمستشفى. هذا كله كيأكد بأن هذا الملف تم تتبعه بعناية قصوى من صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه أبناء هذه المناطق المتضررة. سيد غنبوري تفضل. بالبقاء معنا، عملية إعادة الإعمار متواصلة بإقليم الحوز، مختلف المصالح تتابع عن كتب أوراش البناء لتمكين كافة المتضررين من الزلزال من العودة إلى مساكنهم واستئناف حياتهم الطبيعية. أمين علام، معتصم بالأبو عزاوي والمهدي شطيبي. أوراش إعادة البناء بعد زلزال 8 شتنبر 2023 تتقدم هنا بإقليم الحوز، الإقليم الأكثر تضرراً من هذه الكارثة الطبيعية، والسلطات المحلية بتعاون وتنسيق مع مختلف المصالح المعنية تشتغل بدون هوادة لتسريع عملية الإعمار، عملية لم تكن بالأمر السهل بل تطلبت دعماً استعجالياً للساكنة المتضررة ومواكبة في مختلف المراحل لتسريع وتيرة البناء التي تهم أزيد من 39 جماعة ترابية. قمنا ومنذ اليوم الأول بمشاركة في جرد وتحديد البنايات المتضررة جراء الزلزال، حيث قمنا بتحديد حوالي 23 ألف بناية متضررة تستدعي إعادة البناء الكلي، وحوالي 1500 منزل تستدعي تدعيم وإعادة الإصلاح. بالإضافة إلى ذلك قمنا وإلى حدود اليوم بزيارة حوالي 10,000 من الأساسات التي قام المواطنون المتضررون ببنائها. يتم حاليا الاشتغال من أجل فتح يعني مقالع من أجل توفير مواد البناء من بالنسبة لعملية إعادة الإعمار، وكذلك توفير اليد العاملة المهيئة من أجل يعني راه كنحتاجوا تقريبا واحد 23 ألف عامل يعني ممارس من أجل عملية إعادة الإعمار. هنا بهذه الخلية المخصصة للتنسيق واستقبال المواطنين بمقر عمالة الحوز يتم تتبع ملفات المتضررين من زلزال الحوز، سياسة للقرب انطلقت منذ الأيام الأولى التي ضرب فيها الزلزال هذا الإقليم لمواكبة ورش إعادة الإعمار الذي يعد المواطن أولى أولوياته. البرنامج تعرف على مستوى الإقليم تقريبا 11,000 ريسيبسيون دو فوندوفي يعني تسليم الحفر قبل الأساسات. بالنسبة للأساسات عندنا 8500 أساس منتهية. بالنسبة لهيكل البناء وصلنا ل 5000 هيكل بناء، وبالنسبة للبلانشي ريسوسي مع فينيسون وصلنا تقريبا ل 1000
على مستوى الإقليم. بفضل تضافر الجهود وانخراط المواطنين، تمكن العديد من هؤلاء من إنهاء أشغال البناء في فترة قياسية بالنظر لهول الكارثة وما خلفته من أضرار بليغة. رفت لنا الدار وترابت كلها وخرجنا للخيام، ساكنين فيها وقيلة 3 شهور تقريبا، وخرجت لنا ذاك الدفعة ديال 50,000 ريال للشهر، واستفدنا منها وخرجنا لنا البلان وخدمنا به، والضرائب تبنات كما كتشوفوها. لا خرجنا 2500 درهم عام طول العام، والثانية على حسب الدعم لإعادة البناء. الناس المهمة بناو بحال الحمد لله، الناس خدامين المهم، انا كملت دار الجبال الحمد لله. جاب لنا التراكسات، حيدوا لنا داك الشيء اللي تريب، خواو لنا البقعات، ومن بعد خرجوا لنا الاوراق ديالنا البلانات، وخرجوا لنا المسائل ديالنا، وكنشدوا ديك 2500 درهم والدفعات ديال البني. وبدينا ملي شدينا البلانات ديالنا وبدينا الخدمه ديالنا في البقعات، كل واحد داكشي اللي عطاه المهندس، وكاينه المراقبه. الدار كملناها، الدار كملتها وسكنت فيها ودوزت فيها العيدين، دوزنا فيها العيد الكبير، والحمد لله الدار مزيانه. ديال الدار ديال الدار البني ديال الدروكا ماشي هو البني اللي كان دابا. هذا البني هذا راه تبعينو الهندسه والمسائل تاع التبنى. دابا راه الحمد لله المنطقه بدات كتنفض الغبار عليها، وراه الحمد لله البنايات غاديين، كاين الحمد لله كاع اللي سكن ودخل لدارو، كاين دابا اللي في طور الانجاز، وكاين اللي وصل 50%، كاين اللي وصل 70%، وبتتبع دوك الدفعات ديال البناء بهم غاديين، اللي جاتو شي بركه راه كيقدم بها داكشي اللي خاصو. هي ملحمه للبناء لاعاده الاعمار ولتاهيل المناطق المتضرره من زلزال الحوز، تحمل في طياتها انطلاقه تنمويه جديده لهذه المناطق، وتساهم في انخراطها في الديناميه التي تعيشها بلادنا على مختلف الاصعده. ومن إقليم الحوز بتحنة وتحديدا ينضم إلينا اللحظة مباشرة من هناك السيد الحسن العبيدي، رئيس مصلحة بالوكالة الحضرية لمراكش. أهلا بك سيدي. بداية، هل يمكن أن تطلعنا على أبرز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوكالة الحضرية لمراكش بعد زلزال الحوز؟ أهلا بك سيدي. بعد مرور سنة من زلزال الحوز اللي 8 شتنبر 2023 تم تكوين مركزين، المركز على المستوى المركزية ومركز على حسب المستوى المحلي بالعمالة. اتخذت التكاليف الإجراءات الأولية والتدابير من طرف السلطات والإدارات العمومية لإعادة بناء وإعمار المنازل والمساكن المنهارة كليا أو جزئيا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تمثل في الإحصاء لتحديد الأسر والعائلات التي يمكن لها الاستفادة من المساعدة المالية لإعادة بناء منازلهم المنهار بجراء الزلزال، مع تحرير محضر مدقق من طرف اللجنة المختلطة المتمثلة في السلطة المحلية وقسم التعمير للعمالة والوكالة الحضرية تحت الوصاية الوزارة بالإشراف وزارة إعداد والتراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. كذلك كانت هناك الجماعة، ممثلين الجماعة ومهندسين معماريين ومهندسين طبوغرافيين من القطاع الخاص ومكاتب الدراسات ومهندسين المختبرات الجيوتقنية التي رصدت العدد في 25,580 مستفيد، من بينهم 24,548 في دخلت في خانة إعادة البناء، و 1032 خانة دخلت في خانة إصلاح والترميم. سيد العبيدي، ما هو الدور المنوط بكل من الوكالة الحضرية والوزارة الوصية واللجنة التقنية في مجال مواكبة جهود إعادة إعمار المنازل المنهارة كليا أو جزئيا؟ ما هو الدور المنوط بكل هؤلاء المتدخلين؟ في البداية، الدور التي قامت به الوكالة الحضرية لمراكش أو بالأحرى تحت وزارة الإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سهرت على تبسيط وتسريع المساطر الترخيص لإعادة البناء
في ما التي تمثل في الحصول على 99% من الطلبات المقدمة على الترخيص بإعادة البناء في وقت قياسي ووجيز. ثانيا السهر على إعداد ضوابط الأخطار على المستوى جميع الدواوير من أجل تفادي إعادة البناء في المناطق المنوطة بالأخطار الطبيعية. وهذه المخاطر حددت في ثلاث مناطق: مناطق مخصوصة للبناء، ومناطق مخصصة للبناء مع الإلزامية، وكذلك مناطق مخصصة للبناء مع إلزامية الشروط. هذه المناطق حددت في كما قلت في ثلاث واضح مناطق. جدا واضح جدا مواكبة المهندسين العملية تسير وفق تدخل العديد من المتدخلين المعماريين. نكتفي بهذا القدر من التوضيحات سيد الحسن العبيدي رئيس مصلحة بالوكالة الحضرية مراكش، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من تحناوت بإقليم الحوز. وأعود اللحظة إلى ضيفي في البلاتو سيد علي الغنبوري. سيدي، الكوارث الطبيعية امتحان للدول والأمم، كيف حول المغرب بقيادة متبصرة من جلالة الملك حفظه الله فاجعة الزلزال إلى نبض للحياة وميلاد جديد لمناطق بتنمية أقوى وأكبر؟ أكيد وأتفق معك تماما، هو أن المغرب اعتاد دائما أنه يحول الكوارث الطبيعية اللي تقع داخل ترابه إلى لحظة ديال الميلاد وانبطاق تنموي جديد. هذا رأيناه وتابعه المغاربة في أكادير، اليوم تنشوفوه في هذا الزلزال ديال الحوز كما جاء حتى في التقرير ديالكم. اليوم المنطقة أصبحت عبارة عن ورش ديال البناء أولا، ثانيا المنطقة مقبلة على مشاريع اللي هي كبرى، لأنها تحدثوا على ميزانية اللي هي ميزانية ضخمة في 5 سنوات، حدثوا على 120 مليار ديال الدرهم في محاور تنموية متعددة، سواء في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في المجال الثقافي، في المجال الرياضي، في كل المجالات ديال التنمية. نتحدث كذلك على إنشاء وكالة وظيفية خاصة بتنمية هذه الأقاليم اللي الدور ديالها ولا المدة ديالها هي 5 سنوات. حتى هاد العملية التنموية هي مرسومة ومحددة في الإطار الزمني، وبالتالي نحن اليوم في صدد مشروع تنموي حقيقي للمنطقة والمناطق المتضررة، اللي أكيد غيجعل هاد المناطق أنها تكون جزء لا يتجزأ من المجهود التنموي الوطني، لأنه اليوم المجهودات المبذولة تجعل من هذه المنطقة اليوم بؤرة تنموية حقيقية داخل المغرب، لأن وتيرة الأشغال وتيرة المنجزات. رحنا تنتحدثوا الزلزال مثلا من اللي تنتحدثوا غير على المدارس، راه أكثر من واحد الألف وحدة مدرسية التي تضررت وخص إعادة التأهيل ديالها. تحدثوا على أكثر من 400 وحدة ديال الصحة اللي خاصة هي الترميم ديالها وإعادة البناء ديالها. تحدثوا على بنيات تحتية قوية اللي تم التضرر ديالها اللي خاصة هي إعادة البناء ديالها وإعادة التأهيل ديالها. وبالتالي نحن نتحدث عن زخم تنموي حقيقي أكيد سيجعل من المنطقة كما قلت واحد المركز تنموي حقيقي اللي غيساهم بقوة، ماشي فقط غير في التنمية في المنطقة في المناطق المتضررة، وإنما في التنمية على المستوى الوطني ككل، اللي غتكون عنده انعكاسات قوية لا على مستويات النمو ولا كذلك على الوتيرة ديال المشروع التنموي اللي منخرط فيه المغرب. سيد غنبوري، نحن أمام مقاربة ملكية واقعية طموحة وشاملة في تدبير زلزال الحوز. جلالة الملك أعلن عن برنامج مهيكل لإعادة الإعمار تناهز قيمته 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات. اليوم بعد عام بدأنا نجني ثمار هذه الإرادة الملكية لانبعاث جديد للمناطق المتضررة. كيف استطاعت بلادنا أن تعبئ هذه الميزانيات الضخمة وإيجاد الصياغة الملائمة لإعادة البناء والإعمار في وقت وجيز جدا والشروع في تنزيل ذلك، وهي اليوم
منجزات حقيقية على أرض الواقع. أكيد أنا دائما كما قلت في الأول من اللي كيتكون عندك رؤية واضحة ورؤية متبصرة ما يمكن إلا تنجح. إحنا كما قلت في الساعات الأولى كانت عندنا خارطة الطريق اللي وضعها صاحب الجلالة منذ الساعات الأولى في التدبير ديال الزلزال والأطار ديالو من جهود الإنقاذ حتى إعادة التأهيل ديال المنطقة. من اللي تتكون عندك واحد الرؤية ومن اللي كيكون عندك واحد الثبات وما يكونش عندك ارتباك في التدبير ديال الأزمة أكيد كيكون عندك سبل ديال النجاح. حتى في الهندسة المالية ديال هذا المشروع والموارد من غنجيبهم تنتحدثوا على ميزانية الدولة تنتحدثوا على ميزانيات ديال الحساب اللي أمر صاحب الجلالة وجه بالفتح دياله اللي كان فيه الترقي ديال التبرعات كنتحدثوا كذلك على صندوق الحسن الثاني كنتحدثوا كذلك على الشراكات والمساعدات الدولية وبالتالي نتحدثوا على هندسة مالية قابلة للتحقق وقابلة للإنجاز برؤية اللي هي واقعية وبموارد اللي هي قادرين أنه نعبوها من أجل إنجاح هذا الورش اللي عطيناه واحد الأفق زمني اللي هو مقبول 5 سنوات ماشي 5 سنوات على إعادة الإعمار ولكن 5 سنوات على إعادة الإعمار وكذلك على إعادة التأهيل ديال المنطقة. ومن اللي تنتكلموا على إعادة التأهيل راه تنتكلموا على التأهيل الاقتصادي كنتأهلوا على التأهيل الاجتماعي كنتكلموا على التأهيل الثقافي وكنتكلموا كذلك على رؤية شاملة ومندمجة. بالتالي اليوم الشيء الإيجابي هو أن عندنا اليوم مشروع حقيقي لتنمية هذه المنطقة والهدف منها ليس فقط تجاوز الأطار ديال الزلزال ولكن نجعله منها مكون أساسي من مكونات المجهود التنموي على امتداد تراب الوطن. سيد غنبوري تفضل بالبقاء معنا سنعود لمواصلة الحوار معك بعد قليل وإلى إقليم الشيشاوة حيث تتواصل عملية الإعمار وإعادة بناء المنازل المنهارة كليا أو جزئيا على أثر زلزال الحوز بوتيرة دؤوبة وفي ظروف جيدة بفضل الالتزام المستمر للسلطات المحلية والانخراط الفعال لكل المصالح المعنية. التعبئة مستمرة لاستكمال المشاريع تنفيذا للتعليمات الملكية السابقة. أمين علام، معتصم بالله بعزاوي والمهدي شطيبي. سنة مرت على زلزال الحوز الذي خلف حصيلة ثقيلة في الأرواح ودمارا كبيرا، كارثة طبيعية قلبت حياة آلاف الأسر رأسا على عقب، آلام نفسية عميقة وخراب أصبح معه العديد من الناجين بدون مأوى. ولأن الحياة تستمر انطلقت عملية إعادة الإعمار في المناطق المتضررة ومنها إقليم الشيشاوة. انطلاق البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار الزلزال بتوجيهات ملكية سامية كان البلسم الذي خفف من هول الكارثة. دعم مادي شهري للسكان وآخر لإعادة البناء ومواكبة من المصالح المختصة جعلت من إقليم الشيشاوة ورشا للبناء والإعمار. اللي جاي زلزال ريبت لنا الدار وخرجنا ساكنين في الخيمة شحال من شي 6 شهور أنا ساكن في الخيمة والحمد لله دابا جاي الدعم وبنينا الدار الله ينصر سيدنا الحمد لله. القضية الحمد لله دابا دخلنا للدار الحمد لله القضية مزيانة كله على خير الحمد لله. مجهودات تتجسد على أرض الواقع بالعديد من الجماعات من بينها جماعة أدسيل. الحسين واحد من ساكنة هذه الجماعة، بعد أن قضى وأسرته شهورا داخل الخيمة استطاع أخيرا أن ينهي أشغال البناء ويستقر في منزله الجديد لتبدأ أولى الخطوات في العودة إلى حياته الطبيعية. والحمد لله جاء الدعم ديال سيدنا والحمد لله لا بنينا الدار صوبناها الحمد لله اللهم لك الحمد والله ينزل الملك ونويد ربي الاستفاد. الحمد لله استفدنا من الدعم نصر الله جلالة الملك. أصبحت لدينا شبكة الكهرباء ولدينا الماء الصالح للشرب، رتبنا منزلنا والحمد لله. نصوب المحل الحمد لله. أوراش البناء مفتوحة بمختلف الدواوير والجماعات التي ضربها الزلزال بإقليم شيشاوة، عملية تخضع لمواكبة اللجنة الإقليمية الخاصة بتتبع عملية إعادة الإعمار بتنسيق مع كافة المتدخلين، وتراهن على إصلاح ما دمره الزلزال بمعايير هندسية جديدة وصلبة تحترم شروط الأمن والسلامة. يمكن أن أقول أنه كان هناك عدد المساكن لا بأس بها تمت
مبنية حاليا في هذا اليوم وتم إسكان داويها، وكذلك هناك يمكن القول بأن واحد العدد اللي ممكن يفوق 70% 80% أنها في أن الأشغال تكمل، أن الأشغال الكبرى انتهت بها. إذن هناك عمل يومي على مدار الساعة، عمل ميداني، الكل يتحمل مسؤوليته من أجل تنزيل الأمثال لهذه العملية طبقا لتعليمات الملكة السامية. وتيرة الأشغال تتفاوت على مستوى المناطق، والتعبئة متواصلة لاستكمال مختلف المشاريع، وفي مقدمتها إعادة إسكان كل المتضررين من الزلزال وإصلاح البنيات التحتية التي ستمكن الساكنة من استئناف حياتها الطبيعية. رهان بالرغم من صعوبته يهون أمام التضامن والتآزر والعمل الجاد الذي أبان عنه المواطنون وكل المصالح المعنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وينضم إلينا اللحظة مباشرة من إقليم شيشاوة السيد الهاشمي أوريس، رئيس قسم التجهيزات بعملة إقليم شيشاوة. أهلا بك سيدي، أين وصلت عملية إعادة الإعمار في شقها المتعلق بالساكنة المتضررة من الزلزال على مستوى إقليم شيشاوة؟ شكرا سيدتي على الاستضافة، شكرا للسادة المشاهدين الكرام. كما تعلمون أن 8 شتنبر 2023 كانت ليلة سوداء، حيث عرف زلزال عنيف ضرب خلف أرواح عديدة، وكذا خلف تأثيرا على البنية التحتية وكذا المساكن ومؤسسات الدولة. في هذا الإطار وتنفيذا لتعليمات الملوية السامية لمولانا أمير المؤمنين الرامية إلى تسخير كل الإمكانيات من أجل التأهيل الأمثل وإنزال البرنامج تأهيل المناطق المتضررة للزلزال، فإن اللجنة الإقليمية لليقظة لكثرة عامل الإقليمية على مدار الساعة وطوال الأسبوع يصلون الليل بالنهار من أجل مواكبة الأمثل لهذه العملية، سواء إن كان يتعلق الأمر على مستوى التقني وعلى المستوى الإداري، وإن كان الأمر كذلك يتعلق على المستوى الميداني. هناك على مستوى الميداني هناك فرق تقنية من طرف المهندس، مكونة من طرف المهندسين المعمارية ومكاتب الدراسة ومكاتب التجارب تجارب كذلك وانخراط من طرف تام من طرف الساكنة المعنية بمواكبة السلطة المحلية، حيث وصلنا اليوم على مستوى إقليم شيشاوة لعلبنا هناك 7802 مسكن متضرر من الزلزال. تمكننا اليوم من طرف المجهودات المكثفة والمتواصلة لكافة المتدخلين بإسكان اليوم 450 أسرة تم إسكانها، وهناك 600 أسرة كذلك ستسكن في الأسبوعين القادمين. يعني سأقول أن هناك 1000 مسكن جاهز في على مستوى إقليم شيشاوة. فيما يخص العملية البناء فهي متسارية بشكل تصاعدي ومتقدم على كافة الجامعة الترابية، 32 جامعة ترابية اللي معنية بهذه الظاهرة الطبيعية. ممكن نقول بأنما هناك 94% ديال البناية تسير بشكل بنسب متفاوتة. لا يسعني نذكر شيئا ما بالإكراهات التي تكتسي هذه العملية ديال إعادة الإعمار، لا سيما المتعلقة بصعوبة التضاريس. هناك دور سكنية متآخمة بجانبات الأوديان لا يمكن الوجو لها بالآليات الميكانيكية. هناك أيضا غلا في بعض الأيام للمواد البناء من إسمنت ومن حصي ورمل وكذلك الليزاغلو في الياجور. هناك أيضا في هذا الإطار فإن السلطة الإقليمية عملت على عقدت على مستوى العمالة
بتنسيق مع بحضور أعضاء لجنة اليقظة، بحضور كافة أصحاب المقالي على مستوى الإقليم، وحتى هم على أن يتم هناك تزويد هذه المناطق بمواد البناء وفي ظروف جيدة وبأثمان معقولة دون الزيادة، وتبيان مواطنتهم الحق في هذه المناطق ومساعدة كل المتضررين حتى يكون الجميع على حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس. سيد أوريس، ماذا بخصوص باقي القطاعات المتضررة؟ أين وصلت سيدتي؟ أين وصلت جهود إعادة الإعمار على مستوى الإقليم؟ على مستوى الإقليم يمكن هناك موازاة بها الإعمار ديال المساكن، هناك إعمار ديال المؤسسات الإدارية والطرقات خاصة فيما يخص البنية التحتية الطرقية، وكذلك الصحة والتعليم والصناعة التقليدية والفلاحة. فيما يخص الطرق على مستوى الإقليم، فإن السلطة الإقليمية وضعت صوب أعينها أن البرامج لا سيما برنامج تقليص الفوارق المجهولة الترابية في السنوات الأخيرتين من 2021-2023 كل المشاريع اتجهت إلى المناطق الجبلية الوعرة، لا سيما المناطق التي توجد بها توجد في علو شاهق مستوى ديال الصعوبة ديال التضاريس. هناك أيضا ممكن تنزلنا في إطار هذا البرنامج ما يفوق تقريبا 500 كيلومتر غلاف مالي مهم ديال 532 مليون ديال الدرهم. هناك مشروعين تم تسليمها وكان متضررين من الزلزال في سنة 2020 وتم إنجازهما هذه السنة، هما 13 كيلومتر طريقين على مستوى جامعة روهال نواف ليسن، طريق على مجوة تجمع تمرود. هناك أيضا أربعة محاور طرقية ديال الطول ديالها 65 كيلومتر في طول إنجاز. هناك طريق ما بين تمرود وسيدي غانم مروان بيوان زيد 13 كيلومتر. هنا طريق على مستوى جامعة الدويس المتاخمة بالمناطق الجبلية بمنطقة تردانت والحوز على طول 14 كيلومتر، ربيط المقر الجامعة بذات رقوفلة على طول 14 ساكنة مهمة ديال 3000 الأشغال الجارية حوالي 60%. هناك طريقين على مستوى جامعة من الدويس المتاخمة بالإقليم سيد هاشمي أوريس على تقريبا سيد الهاشمي أوريس، أذكر أنتم رئيس قسم التجهيزات بعمالة إقليم شيشاوة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من شيشاوة. وإلى إقليم تارودانت، أوراش ومشاريع متواصلة لإعادة إعمار وبناء المناطق المتضررة. 15,000 متضرر جراء هذه الكارثة الطبيعية، تم إحصاء منازلهم التي انهارت جزئيا أو كليا، تم انتهاء أشغال البناء ب 178 منزلا، خاصة المناطق الأكثر تضررا بالإقليم. حجب تمك مهدي شطيبي ويسلم عزيز. سنة على مرور زلزال الحوز، لتنطلق الأوراش والإصلاحات لإعادة إعمار وبناء المناطق المتضررة. تيزنتست وتفنغولت وتلقجونت بإقليم تارودانت من المناطق الأكثر تضررا من زلزال الحوز، مساكن انهارت جزئيا وكليا، واليوم تعود الحياة إلى طبيعتها لبعض الأسر التي أكملت أشغال بناء منازلها وأخرى في طور البناء لصعوبة التضاريس التي تصعب عملية نقل مواد البناء. داكشي ديال الزلزال هيا كملنا وصافي، والخدامة هيا كملوا الصباغ ولا كل شيء كملوا الحمد لله، وبغيت ندي الدابا نجيب الدراري نسكن في داري. كيصيفطوا الذبحات شويه بشويه تدريجيا، السلطات المحليه كيجيو كيراقبوا، المهم كل شيء على حقه وطريقه، المهندسين كيجيو كيراقبوا كل شويه. الحمد لله دابا راه تقدات. الوكالة الحضرية بإقليم تارودانت قامت بإحصاء 15,000 متضرر جراء هذه الكارثة الطبيعية عبر مرحلتين، الإحصاء المباشر ودراسة الملتمسات، لتقوم بتسليم 14,000 رخصة بناء. انتهت الأشغال ب 178 منزلا بالمناطق المتضررة بالإقليم.
الوكالة الحضارية لترودان تيزني التطا قامت بدراسة الملفات طلبة الرخص لهذا المستفيدين، تقريبا واحد 15 ألف طلب تم الدراسة ديالو، وتمكننا من الإصدار ديال واحد 14 ألف رخصة لحد الساعة. من هاد الناس 14 ألف رخصة فيهم تقريبا واحد 4000 يعني واحد 4000 قربوا من يساليوا الأساسات ديال البنايات ديالهم، وواحد 1300 سالوا الهيكل ديال البناية، في حين أنه واحد 178 تم الانتهاء من أشغال ديال الإعداد ديال الطبق السفلي. تنزيل برنامج تأهيل وإعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز متواصل، والأوراش والمشاريع مفتوحة لإعادة الحياة إلى طبيعتها مع الحفاظ التام على خصوصيات الطابع المعماري والعمراني للأطلس الكبير. ينضم إلينا اللحظة مباشرة من أكادير السيد أبو العباس عبد الحكيم المدير العام المساعد لشركة العمران سوس مسا. أهلا بك سيدي. كانت لمجموعة العمران مساهمة مهمة في إعادة بناء المنازل المتضررة جراء زلزال 8 شتنبر خاصة بإقليم تارودانت، كيف تدخلتم في هذا المجال سيد أبو العباس؟ شكرا على الاستضافة. مجموعة العمران كونها شركة عمومية وشركة مواطنة، منذ الأيام الأولى للفاجعة قامت بوضع إمكانياتها البشرية رهن السلطات المحلية لمواكبتها في مجهود إعادة إسكان وإعادة إعمار هذه المناطق، كما قامت بتزويدها بآليات الحفر لتمكينها من فك العزلة والوصول إلى المناطق المتضررة، كما ساهمت في صندوق الوطني للتضامن للموضوع لمساعدة المتضررين، وكما قامت بمعية شركائها في وزارة الإسكان وهيئة المهندسين المعماريين بالقيام بالجرد للخسائر وإحصاء عدد المتضررين، كما قامت في المرحلة الثانية بتجنيد وبتعبئة عدد من المختصين مهندسين مختصين في دراسات الجيوتقنية ودراسات البنايات للقيام بدراسة الملتمسات التي تقدم بها المواطنون، مما أدى إلى تحديد لائحة المستفيدين وتحديد عدد الدوائر الجماعات المنكوبة وعدد المتضررين. هذا التدخل في المرحلة الأولى. أما في مرحلة إعادة البناء فقد عبأت شركة العمران 46 مهندس معماري و25 مكتب دراسات تقنية و20 مهندس توبوغرافي وثلاث مختبرات للقيام بالدراسات التقنية والحصول على التراخيص الإدارية ومواكبة الأشغال مواكبة تقنية الأشغال. سيد أبو العباس، فيما يخص إعادة الإعمار بإقليم تارودانت، ما هي نسبة تقدم الأشغال في المناطق المتضررة بالإقليم والتي تعرف عددا من البرامج والتدخلات؟ تم إحصاء العدد الكلي للمباني المتضررة ب 15000، 14200 حصلوا على رخص البناء، 4500 انتهوا من حفر من الأساسات، و1500 انتهوا من بناء الغلاف الكلي، و200 منزل انتهت فيها الأشغال، و25 حصلت على رخصة السكن. هذا هو تقدم الأشغال إلى يومنا هذا. سيد أبو العباس، هل يمكن أن تحدثنا عن جوانب من التحديات التي تواجه عملية إعادة البناء وكيف يمكن تجاوزها؟ التحديات التي تواجه إعادة البناء هو شساعة المنطقة المنكوبة وصعوبة الوصول إلى بعض الدواوير التي توجد في مناطق نائية، وكان إشكال آخر هو ندرة اليد العاملة المختصة، حيث أنه جميع الأوراش فتحت في نفس الوقت واليد العاملة قليلة، وزيادة على ذلك غلاء بعض مواد البناء. هذه لتسريع هذه العملية يجب أن السلطات المحلية أن تحاول أن تستجلب يد عاملة من مناطق بعيدة أخرى لمساعدة الساكنة في إعادة بناء منازلهم. سيد أبو العباس عبد الحكيم المدير العام المساعد لشركة العمران سوس مسا، كنت معنا مباشرة من أكادير، شكرا لك على كل هذه الإضاءات.
إعادة إعمار المدينة العتيقة لمراكش المتضررة من زلزال الحوز عملية تتم وفق مساطر سريعة ومبتكرة لإعادة الدينامية المعهودة للمدينة العتيقة التي تعد القلب النابض لمراكش وأحد أسرار تفردها وإشعاعها العالمي. روبرتاج سمية بالعياشي وعبد الغني الطهراوي. على قدم وساق تتواصل الأشغال سواء تعلق الأمر بالهدم أو إعادة البناء بالنسبة للبنايات التي تهدمت جزئيا أو كليا وفق تقييمات مختبرات مختصة وبتأطير مباشر من طرف الدولة عبر الوزارة التي وفرت المهنيين المختصين الذين يفوق عددهم 400 مهني من مهندسين معماريين وطبوغرافيين ومكاتب الدراسات. هاد اليومين 3 ايام تسلمنا هاد المحلات ديالنا والحمد لله وتنشكروا سيدنا الله يبارك فينا مزيان الله يخلي لينا هو اللي وفعنا. احنا كنا في الترميم على حساب الترميم ودرنا طلب للبني بلا سلحوان تاع راشين وهادي هادي صافي جاو تعاملوا معنا مزيان وقدمنا الامور مزيان وبنا ونصلحونا داكشي زوين تبارك الله اللهم بارك. نور الزنزال تم كانوا عندنا هنا عده خسائر، كاين الحوانت اللي رابوا كاع بمره، كاين الحوانت اللي تشقوا، كاين الحوانت اللي طاحوا لهم السقوفه، ولكن بالمجهودات المتضافره تاع جميع المتدخلين استطعنا باش نكاليو اي حاجه بغات تكالا كاليناها. الحاجه اللي كانت باقي بغات تطيح تمنا لها الهدم تاعها، يعني اي حاجه كانت بغات تهدم كملنا لها الهدم تاعها. بالإضافة إلى المساكن تهم عملية الإعمار الفنادق العتيقة التي تستغل كفضاءات لعرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية، حيث تم إصلاح 11 فندقا باستثمار يناهز 11.50 مليون درهم، بالإضافة إلى إصلاح العديد من المؤسسات الثقافية والأثرية والمساجد وأسوار المدينة. نرمموا واحد المكان كتعتبروا الساكنة دارهم، واحد الدار اللي كترمم الهوية وكترمم الأنفس باش يدور العام يلقانا في نهار 8 سبتمبر في حلة بيضاء بدون خدوش بدون آثار، باش نقولوا بأن المغرب داير بحال طائر العنقاء تينوض من الرماد ديالو ويستمر، هذا هو المغرب ديالنا. كاين أكثر من 400 مهني بين مهندسين معماريين ومكاتب الدراسات ومهندسين طبوغرافيين ومختبرات عمومية، واللي أطرات العملية وكبتها من الأول من وضع التصاميم من إلى مختلف مراحل الإنجاز والحرص على أن تكون هذه البنايات يعني مستجيب من جهة لمعايير السلامة والمتانة حتى لا تقع أخطار مقبلة لا قدر الله، وثانيا للمعايير المعمارية والعمرانية اللازمة، لأننا في المدينة القديمة لمراكش، المدينة القديمة لمراكش كما تعرفون هي تراث إنساني عالمي. بالنسبة لمراحل إعادة الإعمار المقبلة يبقى هاجس مختلف المتدخلين هو تكثيف الجهود وفق الأهداف المسطرة في إطار المبادئ المؤطرة للعملية التي جاء بها بلاغ الديوان الملكي منذ الأيام الأولى لفاجعة الزلزال، وهي الإنصات للمواطنين والوقوف على حاجياتهم مع احترام تام للموروث الثقافي وقواعد السلامة والمتانة. وأعود مشاهدينا مرة أخرى إلى ضيفي في البلاتو السيد علي الغنبوري. المغرب بقيادة وحكمة جلالة الملك يحول المحن إلى منح، من محنة الزلزال إلى منحة العمل والتحدي لجعل الأقاليم المتضررة نموذجا للتنمية الترابية. هذه المقاربة الشاملة ومتعددة الأبعاد في تدبير ما بعد الزلزال بأية آثار على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المتضررة، وأين تكمن أهمية الوكالة المحدثة لهذا الغرض سيد غنبوري؟ أكيد أن العائدات هي عائدات قوية ومباشرة سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي، لأن كما قلت أن هذه العملية ستساهم بشكل كبير في تعزيز المسار التنموي داخل هذه المناطق وبشكل مباشر، لأن هناك واحد الدينامية التنموية اللي كنشوفها من خلال عملية إعادة البناء، من خلال كذلك عملية إعادة التأهيل، من خلال عملية إعادة ترميم ديال المرافق الحكومية المختلفة سواء الصحية سواء في التعليم سواء الطرقات سواء التجهيزات سواء البنية التحتية. بالتالي هناك دينامية تنموية اللي هي كبيرة كتعرف هذه المناطق اللي أكيد غيكون عندها انعكاسات اللي هي اقتصادية واجتماعية. كذلك اليوم اللي تنتحدثوا على الوكالة هي شكل من أشكال تسريع ديال هذه الدينامية التنموية اللي كيعرف هذه المناطق، لأن العملية كما قلت ما فيهاش فقط
غير التأهيل والإعمار، وإنما فيها كذلك إعادة الاستنهاض الاقتصادي والاجتماعي ديال المنطقة من خلال المشاريع اللي تمكن الساكنة أنهم ينخرطوا بشكل كبير في الديناميات النموية، من أن تمكن الساكنة من أنهم يخلقوا فرص ديال الإدماج وفرص كذلك اللي توفر لهم الحاجيات ديالهم واللي تخليهم أنهم يقودوا حياة اللي هي حياة كريمة. وبالتالي كان خاصنا واحد الشكل اللي هو شكل إداري اللي يساعد بشكل كبير على التسريع ديال هذه العملية، خاصة احنا عندنا واحد المشروع اللي هو في ظرف زمني اللي هو ظرف زمني اللي هو قياسي، هو 5 سنوات. يعني المشروع ما مشاش ل10 سنين، ما مشاش ل20 سنة، هو 5 سنوات. بالتالي باش نتجاوز واحد المجموعة ديال التعقيدات سواء الإدارية او سواء البيروقراطية، واحد المجموعة من التعقيدات تم التفكير في إطار أنه نخلقوا وكالة اللي هي وكالة وظيفية بموضوع وحيد وبوضوع محدد اللي هي الوكالة ديال التنمية ديال الأطلس، اللي الأكيد أنه النتائج ديالها غتكون واحد النتائج أولا فعالة، نتائج اللي هي سريعة، لأن اليوم حنا عندنا مخاطب واحد، حتى الساكن عندها مخاطب واحد اللي هو الوكالة، ما كاينش تشتيت الجهود وما كاينش عدد ديال المخاطبين، غتكون مخاطب واحد اللي هي الوكالة. وبالتالي أعتقد أن هذا التوجه غادي يسهل بشكل كبير تنزيل ديال المشاريع ويعطينا فعالية أكثر في هذا النموذج التنموي. سيد علي الغنبوري، أذكر أنتم محلل اقتصادي ومدير مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، شكرا لكم على كل هذه الإضاءات القيمة وحضوركم معنا. مرحبا. ونواصل بالميدان الرياضي، وفوز الفارس الغالي بقاع اليوم بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المسابقة البارزة ضمن المباراة الرسمية للقفز على الحواجز 3 نجوم التي احتضنت أطوارها حلبة المدرسة الملكية للخيالة بتمارة على مدى 3 أيام. خالد شخمان وفؤاد الحرش. فاز الفارس الغالي بقاع بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القفز على الحواجز 3 نجوم،